خليني بلش معك، لانه انت لما يقولوا ليلى ليبرتي فوتوا على كريزي هورس، تعليقات العالم الغربي في تقدير لك واحترام، تعليقات العالم العربي بيقولوا لك يا انا شو عم تعمل بحياتك و وليه انه ليه قررت تعملي هيك وشو شو بيقولوا انه تا فاميلي ان دي كوا كونت سي فيس اهلك شو بيقولوا لك اهلك شو بيقولوا لك انه هيدي حياتي هيدي حياتي لإلي و وبعيش حياتي لإلي بعيش حياتي لإلي مش لحدا غيري exactly. يسرى بدي ذكر المشاهدين انه انت بسنة 2017 رح نحكي عن الرقص وعن التعري وعن هل هو ستريبينج هل هو رقص تعري هل هو هل هل هل, هل ترقصي بالزلط هو فن هو فن اول شيء لازم يفو فير اون ديفيرونس لازم تعمل فرق بين الستريبتيز والرقص رقص التعري والرقص انت شو انا دانسر رقاصة بس الكلمة بس بس يسرى لأنه الميننج يلي بيعطوه الناس الكونوتيشن الكونوتيشن كثير يعني التأثير اتس ريلي باد ف I'm a dancer professional dancer and yeah this is what I do I dance on stage we're naked for sure اوكي ترقصي على المسرح بالزلط عريانة yes بس we're dressed بس بتلبسوا إضاءة exactly. في رقص yes. مع الإضاءة وكل يعني la façon de bouger كيف نتحرك تنسى completely إنه نحنا we're naked on stage it's c'est des tableaux c'est tellement artistique que you forget okay. you just... رح أرجع للرقص وشو حسيتي أول مرة تعريتي لأنه في علاقة مع الجسم يعني في علاقتك مع جسدك بس قبل بدي ذكر المشاهدين سنة 2017 يسرى شاركت بمس لبنان 2017 وانشهرت بجملتها الشهيرة يلي هي طلعت ريحتنا خلنا نشوف الفيديو اوه ماي جاد زي الفيديو نو اكيد اذا نحن بنوقف حد بعد كل الشعب اللبناني وبينزل على الشارع مثل ما شفنا بحركة مثلا طلعت ريحتنا مثلا طلعت ريحتنا كل الشعب اللبناني اوكي هيدي الجملة الشهيرة طلعت ريحتنا ريحتنا ليه؟ لأنه أنت درستي باللغة الفرنسية إيه كان عندك مشكلة درست باللغة الفرنسية والعربي تبعي جو ميكسكيوز بس تعتير مكسر وأنا إنه فخورة أقول وقتها إنه وقتها بكون وين ما كان إنك لبنانية أنا لبنانية وبحكي عربي وبكتب عربي وبقرا بس إنه مش على على بيرفكسيون مش بشكل كامل فإتس أوكي ليش ما طلعتي مس لبنان؟ كان عندك حظوظ؟ كان عندي شو؟ كان عندك حظ؟ كان عندك تشانسز؟ هلا أنا عملت مس لبنان مش كرمالي كرمال أمي كرمال لميا كلمة لميا هي كان نحن ثلاث بنات ياسمين اختك الاكبر وعليا اصغر وعليا اصغر وهي كان انه شو دارسين ما بيرقصوا؟ لا ابدا اركيتكت اثنيناتهم و كان امي كثير جعبه لانه وحده من بناتها تجرب انه بس هيك هي انه سين سيت سا فيزا لي اوري في بليزير كان رح يفرح الموضوع اكزاكتلي وانا كثير بحب انه شوفها مبسوطة امك همها وحدة من بناتها تكون ملكة جمال لبنان مش همها مش همها بس انه هيك حلمها ايه ليش لا؟ ليش لا؟ وانا قلت اوكي ليش لا؟ ما كان عندي شيء هالصيفية وقلت انه اوكي فانه بس انت شو كان رأيك بملكات جمال لبنان ما قبل؟ ايه انا قبل قلت لها انه اول شيء قلت لها لا نو no واي اكيد لا لانه مس لبنان وان جينيرال بلبنان كله بيمشي بالوسايط وبالدفع ومين بيدفع اكثر بيطلع وبمس لبنان اتس ذا سيم ثينج اتس يعني في انه فيكم تقولوا لي انه اتس نوت ترو بس مش صحيحه بس انا عشتها وشفت و اي نو اتس ترو هلا هي معلومات خطيره عم تعطيني اياها عن مس لبنان I know, بناء عن على تجربتك ايه ومش بس مش بس بهيك لانه الاكسبيرينس انه كلها التجربه كانت يسرى يعني وعدوكي بالتاج بالمصاري ابدا عرض لا. عليك اللقب ملكه لا. جمال لبنان مصاري لا. 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 لا اوكي ليه عم تقولي لكن لا لانه وقتها فتنا كنا عارفين مين الملكة مين حيطلع بس بقى كان في انه بين اثنين
وانه مين طلعت بال 2017؟ بيرلا؟ بيرلا بيرلا. هلا انا بيرلا just to clear things up كثير بحبها. She's the sweetest person ever. She's really pretty. She deserves it. ما خص ما خص ما خص انها تكون حلوه ولذيذه بالواقع. It was her dream. كان حلمها. Dream كان حلمها. Dream come true. تحقق. I'm super happy for her. She deserves it اكيد. بس بينها وبين مين اللقب؟ جنى صادق. اوكي ليش؟ مصاري يعني؟ I'm pretty sure. وفيك تسأل إيه فيك تسأل فيك تسأل يعني كل الناس حيقولوا لك نفس الشيء بس بعدين يعني يفو أستمع فيك إنه وهذا هو كمان مشكلة الناس بلبنان. نعم. بيقولوا أشياء بين بعضهم بس بعدين وقتها إنه وقتها بيظهروا بين exactly قدام الناس لا لا ما فينا لا اكيد لا وانا ما قلت هيك وي ف cette hypocrisie en fait faut arrêter انه les choses elles sont comme ça et ليش بتخبوا اوكي الاشياء الامور مثل ما هي ايه وليش بدكم تخبوا بس بتعرفي شو يسرى حضرتك اليوم عم تصرحي امور بتمس بكيان مس لبنان هالمؤسسه يلي سنويا بينطروا اللبنانيين ليشوفوا مين ملكة جمال انت عم بتقولي ما في ملكة جمال بلبنان الا وتدفع مصاري مش بس انا بتشتري اللقب مش بس انا بقول وفي I have proofs of course بس هذا عندك اثباتات yes هذا السبجكت انه it's not important منو كثير مهم هالموضوع منو كثير مهم وكان اكسبيرينس كان التجربه انت طلعتي الوصيفه الرابعه yes تاني يوم سافرتي اكزاكتلي يعني قلتي لها لامك بعمل كرمالك بس تاني يوم www.حلعني.com اكزاكتلي انا وقت انه حتى وقتها كانوا يقولوا لي ايه بدك تطلعي وبدنا نطلعك ما بعرف شو انا نو اي ما بدي هذا الشيء انا اصلا والناس اللي عملوا مسلمون معي بيعرفوا هذا الشيء كنت اقول انه وقتها ظهرت نستيج اي واز لايك أنا فيلي. أنا فيلي. I'm going home. And the next day ساعة 8 الصبح كنت بمطار رفيقة حريري في بيروت وفليت. برافو حافظة أصل المطار. يس. بس إيه هذا الشيء يعني كنت تجربة وإنه cool it got me followers on social media. Super fun. يسرى حضرتك مولعة بالفن. فن الرقص يعني من عمر 12 سنة عندك هذا التماس هالعلاقة بجسدك بدك ترقصي كاراكلا واز دريم كان حلم كاراكلا وشاركتي معهم وسافرتي معهم لكل الدول حتى للصين وصلتي معهم يعني كاراكلا اسم الواحد بيفتخر فيه صناعة لبنانية مؤسسة هالقد مهمة عالمية وانت بأمر ال 17 قد ايه كان عمرك؟ 16 17 16 و17 سافرتي مع كاراكلا واشتغلتي معه اكزاكتلي كنت عن جد اكسبيرينس كثير حلوه وقتها ان فيت جي غوتي على السين تزوقت على المسرح ايه المسرح و جوست لو فيت دات دون ان اندرو ديفيرون طول التان دو طول التان بوجي دو مكان مختلف ومغاير رحتي عربي دو طول التان اوكي انه to do something different. يخرب بيتك بقول لك احكي عربي بتحكيني انجليزي. ما في دم خلصت عني. Non vraiment c'est je m'excuse mais bon je si je veux vraiment m'exprimer et dire les choses comme elles sont. بس حسيتي بروعة المسرح. ايه ايه وكان يعني عن جد وقتها سافرت معهم وشفت شو يعني هذا c'était ce que je voulais faire. هيدا اللي بدي اعمله بحياتي. هيدا اللي بدي اعمله بحياتي وهونيك يعني اخذت ال ديسيزيون انه هذا القرار انه هذا يلي بدي اعمله بكل حياتي وما بدي اعمل غير شيء ما بدي ابقى ست سنين عم بدرس من بعد ما عملت سيلينج ذا سيلك رود ببعلبك ما قلتي انه كراكلا بيعبي لي او بيرضي لي طموحي كانت اكسبيرينس كثير حلوه وكل الاكسبيرينس اللي عملتهم مع كاراكلا كان عن جد كثير حلو بس مش هيدا اللي بدي بس كان بدي اكثر شو الاكثر؟ الاكثر كان بدي سافر واتعلم اكثر وهذا اللي عملته سافرت كريزي هورس قبل كريزي هورس شو عملتي؟ اكاديمية انترناسيونال دو لا دانس ببيريز دغري وقتها جي باسي مون باك بعدين عملنا سيلينج ذا سيلك رود نجحتي بالباك؟ يس وبعدين بعدين رحت على فرنسا كان عمري 17 سنه اوت 2016 اكاديمي انترناسيونال دو لا دانس درست ايه درست سنه ونص و جي باسي مون ديبلوم اكزامان دابتيتود تكنيك اسمو
وبعدين ايه كان ان فيت جوست يعني اختبار القبول المهني ايه ايه اكزاكتلي وهونيك يعني بت انه il t'explique en fait comment vraiment ça fonctionne. Ils te font travailler vraiment dans le système artistique en France et ils te forment vraiment. نظام فني مختلف لفرنسا حتى تقدر تتأقلم على الجو. طيب. وبعدين j'ai passé l'audition au Crazy Horse où هونيك بلشت عن جد انه اشتغل بالرأس وعمل شو ما بدي وكون independent تكوني مستقلة.